رجعنا لحضراتكم من جديد، وفي الفقرة دي عايزين نتكلم ان ازاي ممكن اننا نتخطى او يتخطى اي برج ازماته العاطفية. التعرض لازمة عاطفية ده شيء صعب، وهو واحد من اسوأ المشاعر اللي ممكن حد يمر بيها، وبسبب الشعور احيانا مثلا بعدم الثقة، غيرة زيادة عند الشخص، عدم القدرة على الدخول في علاقة عاطفية، الخوف من تكرار تجربة عاطفية فاشلة، كل يعني شعور من المشاعر دي بتختلف في التعامل مع الأزمات العاطفية كل واحد حسب البرج الفلكي بتاعه. يعني كل شخص فينا مختلف طبعا في رد فعله، في أشخاص غيورين زيادة، شكاكين زيادة، هنتكلم عن ده وهنحاول لنا نعرف ايه مدخل حل المشكلات بالنسبة للأبراج. من ضيفتنا النهاردة خبيرة الأبراج وعلم الأرقام، وضيفتنا دايما مايا ناجي. ازيك يا مايا؟ أهلا بيك يا وحشتيني جدا، وكل سنة وانت جدا طيبة، وحضرتك طيبة حبيبتي وبخير، وكل المشاهدين طيبين يا رب وبخير. هل في مانيول كده لكل برج أو وسيلة للتعامل مع كل برج خاص بالمشاعر والمشاكل العاطفية؟ طبعا. كل برج بيبقى له دخلته. يعني أنا بحب دايما أي حد، يعني مش بس مع المستوى العاطفي، أي حد بتعامل معاه أحب الأول أعرف برجه إيه عشان أشوف هدخله إزاي، هعمله إزاي، ده ينفع مع الجدية العصبية. يعني ده تخديب بطريقة الفكاهة مثلا، هي الطريق وصول إليه. في ناس عنيدة جدا، يعني في أول ما أعرف مثلا ده برج مثلا جدي، اعرف ده عند بشكل فظيع، فلازم تاخديه بالمسايسه لان ما بيجيش هتعندي معاه هيعند معاكي بالظبط، مش هتوصلي لحاجه. انا عايزه اقول للي بيشوفونا دلوقتي ان هم ممكن يتواصلوا معانا عن طريق الارقام اللي هتطلع حالا على الشاشه، ويكلمونا على التليفون، وان شاء الله مايا ناجي تقول صفات الابراج، ونبدا كده لغايه لما يبدا يجي لنا اتصالات. نبدا الابراج من اولها ونقول مواصفات البرج وازاي نتلافى العيوب اللي فيها. اولا برج الحمل. برج الحمل من الابراج اللي طبعا هتكلم بصفه عامه، طبعا الرجاله غير الستات، بس انا هتكلم بصفه عامه. من الابراج حمل اللي ممكن يعيش من غير ارتباط. ليه؟ لانه عنده اكتفاء ذاتي، عنده اكتفاء ذاتي وعملي جدا واجتماعي جدا وبيحب شغله جدا، فعنده أولوياته في الحياة، فتيجي حد يعني يخنقه يأيد حريته طبعا هيسيبه. فعشان كده لما ترتبطي بالحمل ما تحطيش في دماغك انك تأيديه، انك تقولي رايح فين جاي منين، ما يقدرش يعيش هو من غير حياة، من غير أصحاب، من غير حياته الاجتماعية دي. صعب جدا، بجانب ان هو شكاك جدا جدا، شكاك جدا. احيانا بيقولوا ان رجل برج الحمل يعني عينه زايغه بطبعه، هل ده حقيقي؟ مش قوي، مش قوي. هو مش عينه زايغه، هو واضح. يعني مش خاين، يا بيحب يا بيسيب. أوكي. ما عندوش حتة انه هو ممكن يصاحب اتنين مع بعض او تلاتة مع بعض زي في ناس بتعمل كده. لا، هو يبيض يسود. أوكي. لو شك فيكي لحظة هيمشي، مش هيرجع تاني. مش من نوع بقى ايه ترجعيه تكلميه يرجع لك تاني، لا، مش من الابراج دي، حاسم جدا في قراراته. طيب لو قلناه بقى عن طريق يعني الستات او الانثى، انثى الحمل، انثى الحمل دي ست ب 100 راجل. انثى الحمل تقدر تعيش من غير راجل بسهوله جدا، يعني في ستات ما تقدرش تعيش من غير وجود راجل. صح. ست الحمل لا، تعيش من غير راجل بدام لقت حياتها في العمل، في الحياه الاجتماعيه خلاص، لان هي كمان بتحب الشغل، بتحب الفلوس، بتحب النجاح، يمكن اصدقائها لانها ست ب 100 راجل، فتفضل صداقه الرجاله لان هي حاسه نفسها من جواها راجل. أوكي. يعني حاسه فيها صفات، ليها كلمه جدعه، يعني شخصيه قويه، تقدر تقوم حتى في لبسها عمليه. فست الحمل عشان تدخل لها وتكسبها لازم الصدق، بتكره الكذب جدا، وبرده ما عندها قدره على كشف الكذب كمان. بالظبط. وكمان ما تخونهاش، لانها كمان زي الراجل، كمان رجل الحمل لو حس بس ان شريكة حياته، وهي مش شريكة حياته يعني لسه اللي بيحبها فيها في مكان، وبصت كده حواليها يعني يبتدي بقى ايه، بلاك ليست. طيب تاني برج هنتكلم عن صفاته، برج الثور من الابراج اللي الارتباط بالنسبه لها مهم جدا. طب استاذنك مايا، انا اسفه ان انا بقاطعك، معانا براء على التليفون. الو ازيك براء؟ انت صغننه الحمد لله، واسمها جميل. اسمها حلو قوي. قولي لي يا براء، عايز تسالي عن برج ايه؟
برج التور. اهو ده اللي هنتكلم عنه. بشكرك اسمعي، انت عندك كام سنه؟ عندي 10 سنين. يا روحي 10 سنين بحالهم. طيب بشكرك يا براء، واسمعي معانا برج التور. برج التور دي طبعا انا اتكلم عنها هي كطفل، ما طبعا طفل الثور غير الشابه غير الراجل غير الست. هي طبعا عايقه كده في نفسها وبتحب الشياكه وبتحب تلبس وتحب لبسها هي اللي تنقيه بنفسها، يعني مش ممكن مامتها تفرض عليها اي حاجه. بتحب الالوانات الواضحه الصريحه، الاحمر الجولد الحاجات الصريحه. بس هي جدعه جدا وما تحبش حد يهينها، وفي مذاكرتها شاطره. بس ما لازم تاخديها بالمسايسه لان العصبيه ما بتجيبش نتيجه معاها. طب الراجل والست، رجل الثور من الابراج العقلانيه. لما بيجي يحب بيحب بعقله، فلما تيجي ترتبطي بالثور ما تفتكريش ان هو عشان حبك تبتدي بقى ايه يعني تدلعي عليه. لا ايوه لا خالص. وعلى فكره هو يعني متحفظ جدا بالعادات والتقاليد. يعني ما عندوش، مش اوبن مايندد، يعني ما ينفعش يعني بالك. بيحب يتحفظ بالعادات، وده مش غلط. بس هو انت يعني لو انت متفتحه وعايزه بقى تشتغلي وتحققي ذاتك وتسافري، الكلام ده ما ينفعش مع الثور. طب الست، ست الثور ست جدعه جدا، ست بميت راجل، ولكن وما تقدرش تعيش من غير راجل، بس تبقى لازم كلمتها اللي تمشي. ليه؟ مش لانها بس مسيطره، لانها دايما مقتنعه ان هي صح. اوكي، يعني فلازم الراجل برضه فانت تخلي بالك، لازم تمسك العصايه من النص، ما تنطحش معاها قوي، لان هي شخصيه مش شخصيه بسيطه، بس جدعه جدا. طيب الثالث، الجوزاء. الجوزاء طبعا دايما بيقولوا ليه اتنين مش شايفين بعض او اتنين عكس بعض. مودي هو او انا بعتبر كل الابراج مودي، يعني مش عايزين نظلم الجوزاء بس، كل الناس كلنا مودي. الجوزاء بس هو الفكره ان هو بيبقى مركز في مستقبله، بيبقى مركز في راجل حياته العمليه. راجل اكتر من ست. فتركيزه في حياته العمليه ده بيخليه مش مركز معاكي، بيخلي موده يقلب، لان هو مش مركز. يعني ممكن خطوه الارتباط بالنسبه له مش سهله. أوكي. بياخدها بصعوبه جدا الجوزاء. ولما بيفركش ما بيرجعش تاني. يعني خلاص الموضوع اتقفل، قلب الصفحه. ما بيرجعش. طب بالنسبه للستات، بالنسبه لستات الجوزاء مختلفين عن الرجاله تماما، او هم عمليين بس ممكن يضحك عليهم شويه بالكلام. يعني لازم طيبة يعني ست الجوزاء طيبة، طيبين جدا، وممكن لو سابوا علاقة ممكن يرجعوا لها تاني بسهولة. يعني لازم يبقوا حاسمين لان هم طيبين، يعني الكلام الحلو بيأثر فيهم. بس بنصحهم يبعدوا عن النكت شويه، يبعدوا عن الشك، لان هم شكاكين جدا الستات اكتر من الرجاله. هم الاثنين شكاكين بس الستات بالاكتر. يعني بتنصحي الرجاله اللي بيقترب من انثى الجوزاء ان هو ما يخليش عندها اي شك ناحيته. بالظبط. يعني هي اوريدي عندها حته الشك وعندها حته ما تزودش عندها بقى عندها حته ان هي تفتش، ان هي تمشي ورا حبيبها، طمن 100% ان هو مخلص. طيب ويا سلام بقى لو ما كانش مخلص، يبقى هو مش معدي، يبقى وقعته زوج. ايوه. طيب البرج الرابع، السرطان. السرطان سواء ست او راجل مستحيل يعيش من غير ارتباط او من غير حب، لازم يبقى في حب في حياته. هو شخص رومانسي، شخص حالم، شخص يعني بيحب الفن كمان، عنده حته فنيه حلوه قوي. بحس ان برج السرطان سواء ستات او رجاله عندهم استقلاليه، يعني ممكن يكون متجوز او تكون متجوزه لكن تحس انها عايشه لوحدها، يعني هي بتعمل مغامراتها وهو بيعمل مغامراته، مش حاجه وحشه. يعني اقصد ليهم اصدقائهم المنفصلين، شغل عالم اخر. أيوة. بره البيت الرجاله بالاخص فعلا لازم يبقى متجوز، يعني مراته في البيت خط احمر. اوكي. وهو حياته بقى حياته. حاضر ام احمد. عشان أوكي. ايه باجوري بدا يزعق. ام احمد مساء الخير. مساء النور، ازيكم عاملين ايه؟ ازي حضرتك، اتفضلي. ازيك يا حبيبتي، عامله ده انا بعزك حمد. والله من زمان قوي وانا متابعاكي. ربنا يخليكي، كلك ذوق، اتفضلي. انا برج الجوزاء. الجوزاء وبصراحه برضه مش عارفه اتعامل مع جوزي، لان كل شويه كل ما بيشوف واحده ورا يحبها ويتجوزها، يحبها ويتجوزها. تواريخ ايه طيب؟ ايه التواريخ؟ طب قولي لنا التواريخ. انا 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 اصلا يعني تاريخي شهر 8. شهر 8. اسد؟ انت اسد؟ مش عارف، انا بيقولوا انت جوزاء، انا مش عارف. طب كام 8؟ انت طب عيد ميلادك يوم ايه؟ طب ثواني كده، طب ثواني بس يا فاطمه.
بتقول كل مش عارف بيحبها ويتجوزها ممكن 15/8 كده. 15/8 لا ما تبقيش جوزاه. لا انت اسد. طب انت برج الاسد. هو كام؟ وهو هو الجوزاء. هو الجوزاء. اه كام طيب التاريخ؟ كام عارفه تاريخ؟ مش عارفه الجوزاء او المهم هو عيد ميلاده 19/6. 19/6 اه جوزاء ده كده 19/6. حاضر. طيب ناخد رحمه ونرد على السؤالين مع بعض. يا رحمه مساء الفل اتفضلي. مساء الفل حبيبتي. ازيك اتفضلي. تمام. قولي عايز تسالي عن ابراج ايه يا رحمه؟ عايزه اسال على برج الحوت وبرج الاسد. برج الحوت. مين الراجل ومين الست؟ والاسد. مين الراجل ومين الست؟ الحوت ست والاسد برضه ست. والاسد ست. اوكي. أيوة. انت عايزه الصفات. ايوه عايزه استفسر عن الابراج بتاع البرجين دول. البرجين دول. حاضر. ماتشنج مع بعض عاملين ازاي يعني؟ لا مش ماتشنج لان هما اتنين ستات. هي بتسأل عن الصفات. يعني. الصفات. طيب 15/8 قلت لها ان هي برج الاسد. مع 19/6 اللي هو برج الجوزاء، ايه علاقتهم بقى ببعض؟ بصي اولا الاسد والجوزاء ماتشنج جدا مع بعض، يعني يحبوا بعض وينجذبوا لبعض، هم اتجوزوا وهي طبعا يعني متضايقه ان هو المشكله ان هو بيحب وبيتجوز. فده طبعا يعني انا حاسه بيها لان الاسد مدمرها طبعا. الاسد شخصيه مش الشخصيات اللي ممكن تعيش عشان لو اتخانت ان تعيش عشان البيت وعشان الولاد، ما ينفعش جواها نار. فالست دي ربنا الاعلم بنفسيتها، نفسيتها طبعا محطمه جدا. هو ده طبعه. اوكي. هو خلاص هو يعني هو شكله مش مرتاح في البيت، فطبعه ان هو بيحب وبيتجوز. اهو ما هو برج الجوزاء انت قلتي ان هو يعني ممكن خلاص هو كده خرج يعني فلت من العلاقه معاه. ف يعني عيشي بقى انت شوفي بقى تقديرك للموقف. طيب رحمه في برج الحوت واحده ست هي مش قايله التواريخ طبعا. عامه ست الحوت يمكن من اجمل الستات في المعامله. لان سلسه مش عصبيه، بتاخد كل واحد على هواه. أوكي. يعني ما بتنطحش مع حد، ما بتعملش مشاكل مع حد، مسالمه. كزوجه ممتازه، كأم هايله جدا. مدخلها ايه؟ مدخلها الحب. هي يعني هي دي ملكه الرومانسيه، ملكه حلوة. الحب. الحوت ملكه الرومانسيه. ست الحوت بالحب، يعني دي اهم حاجه عندها يمكن الحب، انها دايما تحب تعيش في قصه حب، ما تعرفش تعيش من غير راجل، من غير قصه حب، من غير زواج، صعب جدا بالنسبه لها، وتحب التقدير. وست الحوت على فكره برغم ان هي يعني رومانسيه وناعمه ورقيقه، لكن شخصيه قويه جدا ورد فعلها غير متوقع. اوكي. يعني ما تتوقعيش. الست برج الاسد. ست برج الاسد دي بقى قصه تانية، لانها ست كتير جدا بتبقى مش عارفه هي عايزه ايه. ست قويه وفي نفس الوقت رومانسيه وفي نفس الوقت تحب كلمتها اللي تمشي. فانا بحس برج الاسد دايما في الستات من افشل الابراج في العلاقات العاطفيه. لان واحده قويه مش اي حد بيفهمها، مش اي حد بيحتويها. وهي كمان ما بتنجذبش لاي حد بسهوله. طيب معانا حسن من القاهره. يا حسن مساء الخير. أرجوك وطي صوت التلفزيون على الآخر واسمعنا بس من التليفون ممكن؟ ألو؟ أيوة. لا حسن صغنن برضه. أيوة. يا حسن اقفل صوت، اقفل التلفزيون على الآخر الصوت. سامعني؟ يلا أنا سامعاك اتفضل. ايوه يلا يلا يلا. هي حسن عايز تسال على برج ايه؟ انا برج الحمل. حاضر. عنده كام سنه؟ شكرا. بصي الصوت الصدى الصوت مش نافع. ده مغلب مامته في المذاكره. مغلبها مغلبها في المذاكره. الحمل. طفل الحمل كلمينا عنه برضه. صعب. طفل صعب. طفل عايز معاملة خاصة، طيب جدا وحنين جدا ومع مامته جميل جدا، ولكن كلمته اللي تمشي. طب يتعامل ازاي الطفل ده؟ بالحنية بالمسايسة. يعني لأن تعملي عليه كنترول دي صعب.
اوكي. ولد وحمل صعب يعني. الاثنين مع بعض صعب. طيب احنا اتكلمنا كان اخرنا برج السرطان. ها اللي بعده ايه؟ برج الاسد. الاسد. اتكلمنا عن الست. نتكلم عن الراجل. راجل الاسد مفتاحه يعني عارفه السهل الممتنع. يعني لو حبك وارتاح هيفضل متمسك بالعلاقه لحد طول عمره ومش هيفكر يبص بره. لو ما حبكيش او لو ما ريحتيهوش لان هو اهم حاجه عنده الراحه وما اديتلوش فيه يعني دخلته كده. اولا بيحب الست دايما مهتميه بنفسها. دايما ادق التفاصيل في شكلها تبقى دايما انفورم. ما يحبش الست المبهدله. ما يحبش النكت خالص. لو انت عملتي له شويه الحاجات البسيطه دي هي على فكره حاجات بسيطه بس لو عملتيها هتكسبيه. طب لان هو بيحب المظهر. ان رجل برج الاسد بيبقى عنده شويه رهبه من الارتباط. يعني ممكن يدمر حياته وهو بيحب واحده وان هو متردد يرتبط بيها ولا لا. أيوه. فبيبقى التردد ده سبب في مشاكل جامده عنده. على فكره رجاله وستات اسد صعب تدخليهم القفص. اوكي. جدا. يعني أسد يعني. اسد صعب يدخل قفص. ليه؟ حريته. وبعدين هو دايما بيستكتر نفسه على اي حد يقول لك لا ده لسه ده انا استاهل احسن من كده. لا اصل عارفه عايز اللي لسه مش مستقر. موجود. طيب هنرد على جانا. يا جانا. الو. ازيك يا جانا؟ نعم. ازيك؟ الحمد لله تمام. اتفضلي. ممكن اسال على برج الحوت والسرطان؟ الحوت؟ الحوت ايه؟ تقدري تقولي لي تواريخ ميلاد؟ شهر 3 يوم 7. شهر 3 يوم 7 يبقى 7/3. ده الولد؟ ده ايه؟ ولد ولا بنت؟ ولد. ده ولد. اوكي. والبرج الثاني؟ 22/6. ده جوزاء. 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 اوكي. شكرا يا جانا. مين معانا تاني؟ الو ولاء. يا ولاء. ايوه. مساء النور. مساء النور يا حبيبتي. اتفضلي. الثور والميزان. طب تقولي لي تواريخ نقرب لمايا اكتر الفكره. تمام. الميزان 1/12 تقريبا. الميزان. الميزان. الميزان ده بيبقى في شهر اكتوبر. ايه واحد عشر. ده الراجل. الراجل. تمام. بس الثور بقى مش عارفه. طيب يعني عايزه بصفه عامه يعني الراجل. الراجل هو الميزان والست الثور. الثور. الست. اوكي حاضر. طيب جانا سالت عن الحوت. احنا اتكلمنا عن الحوت بس 7/3 له حاجه سبيشال ولا ايه؟ طبعا ده عز الحوت. يعني ده 7/3 ده حوت اصلي. حوت من نص البحر أصلي. يعني هو الراجل صح؟ هو الراجل. وهي جوزاء. 22/6 جوزاء. بصي العلاقه بينهم شويه متوتره. يعني هي برضو عامله له دوشه شويه. الحوت من الرجاله اللي بتحب الهدوء. اوكي. فهي عامله له شويه زن في التليفون ممكن، شك ممكن، غيره ممكن. فيعني انا عايزاها تهدى معاه شويه لان هو دماغه دي بالنسبه له مودياه في حته ثانيه. هو يحب الهدوء، يحب الاستقرار، ما يحبش الدوشه، ما يحبش الرغي كتير. طيب ولاء كان سؤالها الثور ست والميزان 1/10 راجل. بصي هي العلاقة كويسة بس فيها خناقات وفيها عصبية. يعني نهدى شوية. صوتها العلاقة فيها يعني فيها زعيق. يعني هي ممكن تكون صوتهم بيعلى شوية الاثنين. بس تمام. بس يعني العلاقة ماشية بس يهدوا شوية. طيب مدخل الميزان ايه؟ مدخل الميزان اصلا بيشك في صوابع ايديه. يعني الميزان عنده شك رهيب في الرجاله بالاخص. شكاكين بشكل فظيع. والست كمان برضو شكاكه بس الراجل يمكن اكتر. فريحيه طمنيه خالص. مدخله الصدق. ويعني طيب نعم وحاضر. اخد ملك. يا ملك. الو. ايوه يا ملك اتفضلي. ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا روحي اتفضلي. الحمد لله. لو سمحت كنت عايزه اعرف برج الحوت. الحوت كلمنا عنه. حاضر. يوم كام؟
اللي هو 13/3. 13/3 ده هي. ده انت ها؟ 5. ده انت؟ اه. حاضر يا ملوك، عايز تعرفي ايه؟ نعم؟ عايز تعرفي ايه؟ هو حضرتك اصلا هي الابراج حضرتك بتتكلمي عنها وعن شخصيتها وكده صح؟ عن الشخصيات اه. اه انا عايز اعرف بقى الشخصيات. الشخصيات كام سنة؟ حاضر، انت عندك كام سنة؟ انا 15. يا روح قلبي حاضر. حالا يا ملوكة. طيب ملك حوت 13/3. طبعا الحوت زي ما قلت لك رومانسية وحالمة وتحب تعيش في الخيال وعندها كده العالم بتاعها وتميل للفن يعني هي لو دخلت في أي حاجة فيها حس فني تبقى مبدعة. صدقيني عايز أسألك سؤال، 13/3 ده فكرني التواريخ اللي بيرتبط الناس فيها يعني اللي اتجوزوا يوم 13/3 او مش عارفه كام 7 او هل التواريخ بتاعه الارتباط دي هل ليها علاقه باحداث الزواج؟ لا خالص، خالص. هم بس بيتفائلوا مثلا يقولوا هنرتبط يوم 7/7 تفاؤل بس يعني 7/7 ده برج السرطان. ايوه بالظبط، يعني هم بس بيتفائلوا بتواريخ بس لكن ما لهاش اي علاقه، ده ملوش علاقه ما بيكونش حاجه لا ما بيأثرش على العلاقه. لا لا ما بيأثرش على العلاقه هي طيب. بس بيتفائلوا يعني. اوكي تعالي نكمل في الدقيقتين اللي فاضلين لنا، احنا وصلنا لغايه الاسد. خلصنا الاسد العذراء. خلصناه العذراء بقى. العذراء العذراء من الستات والشعر الابيض. اوكي من الستات العقلانيه المريحه مش قوي يعني. بس اوكي لا بجد لا حقيقي العذراء صعب جدا تهد بيتها يعني في ستات لو ما ارتحتش خلاص تشوف حياتها عدي وتقلب الترابيزه. طب الراجل العذراء الراجل العذراء برضه صعب ان هو يهد بيته، بس رجل العذراء صعب في الارتباط جدا وبيرتبط بصعوبه جدا ولو ارتبط بيرتبط بعقله اكتر من قلبه يعني بيبقى له عايز المواصفات بيبقى له معايير كده خاصه ومقاييس خاصه في دماغه. لكن ست العذراء دي قصه تانية، ست العذراء بتيجي على نفسها كتير جدا وتعدي حاجات كتير ومش من الستات اللي تحب تجرب حظها مره واتنين وتلاته، لا بتتاقلم. فمن مدخلها يعني ايه؟ مدخلها اولا هي منظمه جدا صادقه جدا وبتكره الكذب. مدخلها هي يعني على فكره هي طيبه بس تحب رايها اللي يمشي، هي برضو قويه وشخصيه. مدخلها مش بس الصدق تقول لها حاضر لان هي من خدها على قد عقلها من وجهه نظرها. والراجل مدخله ايه؟ الراجل مدخله ما تصدعهوش لان رجل العذراء بيحب الهدوء، ما بيحبش الدوشه، بيحب يفكر في حياته العمليه وما بيحبش المظاهر. فحته الفلوس والمنظره والمظاهر مش بتاعته فعايز حد يكون هادي، حد ما يكونش ما يحبش الدوشه. أوكي. الصداع، الصوت العالي. طيب هنكمل بقيه الابراج بعد كده. الميزان. الميزان زي ما قلت رجل الميزان شكاك جدا لازم تبقي صادقه. الكذب نسيه، ما بيحبش الست المتفتحه، ما بيفضلش الست اللي بتشتغل يعني يحب الست اللي بيتوتيه يعني حد متحفظ بالعادات والتقاليد. فبرضه لو انت عندك طموحات واحلام وتطلعات لو انت مرتبطه بميزان لا خليه على جنب شويه لانه متحكم. الستات الميزان ست الميزان في الارتباط يعني مندفعة شوية بتقع جامد بتصدق بعتبرها غلبانة يعني بس دي يوم ما بتاخد موقف ويوم بتحط حد في دماغها وعايزة تجيب أصل الموضوع بتعرف تجيب، عندها حاسة رهيبة بتمشي ورا إحساسها وبيطلع صح بس تسيب نفسها لإحساسها مش بس تصدق الكلام. أوكي. لازم بعد الميزان العقرب. العقرب العقرب ده ما يتخافش عليه. يقول لك لدغه العقرب حقيقي ولا العكس؟ والله انا ما بحسش كده خالص، بالعكس برج جدع جدا سواء رجاله او ستات بس هم ناس صادقه، ناس عمليه عملتيهم كويس وكنت صادقه معاهم وكنت كويسه يبقوا كويسين. حاولتي تبصي يعني تحاربيها في شغلها او تضايقي عيالها او لا فعلا العقرب اللي جواها يظهر. بس هم انا شايفاهم ناس انا بحب التعامل معاهم يا ابيض يا اسود. طب الراجل العقرب؟ رجل العقرب لازم تقولي له حاضر ده مفتاحه برضه ما بيفضلش الست اللي بتشتغل
والست إيه ده كام برج لغايه دلوقتي ما بيفضلش الست اللي بتشتغل؟ التور الميزان العقرب. أوكي. من اكتر الابراج اللي ما بيفضلش الست تشتغل. مدخله ايه؟ العادات والتقاليد. وتقولي له حاضر. أوكي. ده بقى سي السيد. حاضر يا سي السيد. ده بين قوسين سي السيد العقرب الراجل. طيب بعد العقرب القوس. مين؟ القوس. القوس اجتماعي قوي. اجتماعي. اجتماعي جدا. يبرم حول الكره الارضيه ما تعرفيش تلاقيه. وصعب تدخليه القفص. الستات اكتر صح؟ الستات دي ليدي. يعني دي الليدي بتاعت الابراج دي. هانم دي حتى لما تحب ترتبط تحب ترتبط بحد يبقى مستواه يعيشها في مستوى ممكن اعلى كمان من اللي هي فيه. ترتبط بعقلها. بتحب الشياكه. بتحب التحف. بتحب يعني كلاسي كده. كلاسي قوي. اوكي. والراجل القوس. رجل القوس ملوش ماسكه. بيحب الحريه. بيحب اصحابه. مع الزواج بيبقى زوج مثالي. يعني مش معنى كده ان هو بيبقى خاين. هو مش خاين. لانه ما بيحبش النكد. بيحب يخرج وهيخرج مراته مع مش السيد بقى اللي هو منفتح على العالم. لا لا لطيف. طيب. جدا. بعد القوس الجدي بقى. الجدي يعني الجدي من اكتر الابراج المعقده. اللي جواها صعب. صعب تعرفي جواه ايه. يعني كل ما تحسي ان انت قربتي منه تبعدي عنه. تبعدي. لا ما تعرفيش تجيبي جواه الست. ايه الست برضو جواها غير براها. يعني الست تبان انها جامدة وقوية وشديدة من جواها تبقى غلبانة جدا. الغلب ده ما بتشوفهوش. انت بتشوفي دايما الوش الخشب. الخشب. طب حاضر اخر برج عشان ما ننساهوش. الدلو. الدلو. الدلو لو انت مرتبطة بدلو خلي بالك. ليه؟ الارتباط عنده صعب جدا. من اكتر الابراج اللي ما بتحبش القيود. ولازم تريحيها. لازم الارتباط تبقي مريحة وتبقي صديقة ليه. ما تقفلوش على الواحدة. والست الدلو. ست الدلو كمان ممكن تعيش من غير راجل. ست الدلو عندها القدرة دي. وتحب نفسها. بس حبيبة برضو ست الدلو. ما تقدرش تعيش من غير حب. بس ممكن تعيش لو ما لقيتش الحب تعيش عشان شغلها. عادي جدا. عشان أصحابها. يعني تعرف تظبط حياتها. وسهل جدا ان هي تعمل موف اون. يعني طبعا انا ظلمتك النهارده يا مايا لان انا خليتك تجري حوالين نفسك النهارده عشان بنقول على كل الابراج. انا سعيده معاكي بكل الاحوال حبيبتي. ربنا يخليكي. على قد ما قدرنا نلم كل الابراج بابرز الصفات. لكن دايما يعني هنحاول نبقى وقت الفقره اطول من كده المرات اللي جايه. مايا ناجي بشكرك شكرا جزيلا. طبعا خبيره الابراج وعلم الارقام. شكرا جزيلا نورتينا النهارده في ست الستات. ومرة تانية بشكر حضراتكم على المتابعة. بكرة حلقة جديدة ويوم جديد يا رب. أشوفكم على كل خير. باي.